بسم الله الرحمن الرحيم. احنا grade 9 math second term unit 5 lesson 8. lesson 8 اللي هو the relation between the tangent of a circle. tangents of a circle, التانجنت ده اللي هو بيلمس السيركل في نقطة واحدة بس, ماشي؟ لو انا عندي كذا tangents للسيركل هنشوف الريليشن اللي ما بينهم, tangent ده والتانجنت ده. قال لي the two tangents drawn at the two end of a diameter in a circle are parallel. لو عندي that diameter ال two end point بتوعه ال A وال B كل واحد فيهم معدي منهم tangent, يبقى ال two tangent دول مالهم are parallel. وطبعا ال tangent مع ال diameter بيعمل لي perpendicular, بيكون right angle. second, the two tangent drawn at the two end of a chord. لو عندي chord ما هواش diameter, قال خلاص يبقى دول اكيد بيتقابلوا. the two end of a chord of a circle are intersecting, اكيد هيتقابلوا بره في حته ما دام ما هواش diameter. لو chord عادي اللي هيعدي من هنا هيقابل اللي هيعدي من هنا, دول اكيد بيتقابلوا. طيب theorem 4, the two tangent segment drawing to a circle from a point outside it are equal in length. يعني في point اهي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا عبد الرحمن؟ بيقول لي عبد الرحمن لو انا عندي line segment. ولا يهمك, بنبتدي على طول عشان ايه؟ عشان متأخرين يعني. ده tangent و line segment tangent ومن نفس ال point طلع تنجنت تاني. قال لي التو تنجنت دول ار ايكوال, ايكوال اللينث, ما دام بوينت واحده يكونوا ايكوال اللينث. تمام, بعد الكورولاري على نفس الثيرم دي. The straight line passing through the center, يعني انا عندي ايه بوينت والتو تنجنت هم ايكوال بعض, هعدي انا بقى ايه straight line. الستريت لاين ده جاي منين؟ معدي من البوينت ومن السنتر بتاع السيركل اهو. ماله ده؟ and intersecting and the intersection point of the two tangent is an axis of symmetry to the chord of tangency of those two tangents. يعني هرسم chord ما بين ال two tangency points, ما بين ال B وال C. قال خلاص ال straight line دوت بيكون axis of symmetry. يعني ايه axis of symmetry؟ يعني بيقسم ال B C D من النص, وبيكون دي right angle وده طبعا isosceles triangle. ماشي, corollary 2. تمام. The straight line passing through the center اللي هو اللي احنا لسه راسمينه ده, through the center of the circle and the intersection point, برضه اللي معدي من الانترسكشن بوينت ماله, of its two tangent bisect the angle. انهي angle بقى اللي بيقسمها نصين؟ between these two tangents, بيقسم الانجل اللي ما بين الايه ال two tangents. it's also bisect the angle between the two radii passing through the two point of tangency. يعني هو عايز ايه هنا يا مستر؟ هو بيقول لي كورولاري معين, بيقول لي انا هعدي مش قلنا ده axis of symmetry؟ اه ماشي. الاكسس اوف سيمتري ده ماله؟ بيقسم الانجل اللي فوق دي, دي ودي, ماشي. وطبعا دي اقسمها دي 90 ودي 90, واقسم كمان واحد اللي هي فين؟ اللي هي السنترال اللي وراه دي برضه بيقسمها, خلي دي قد دي, ماشي. مادام اكسس اوف سيمتري خلاص بيقسم كله ويخلي ايكوال كله بيساوي بعض, ماشي. تمام. طيب عندي example 1, AB and AC touch the circle at B and C.
اي بي اي سي تاتش ذا سيركل معناه ان الاثنين تنجنسي، تنجنسي من بوينت واحده معناه ان ده قد ده ماشي، وده 50، يبقى انا اقدر اعرف الاثنين التانيين دول، دي ودي، صح ولا لا؟ ايه ما هو انا عندي السيركل ثانيه صح، كل واحده فيهم 65. تمام. AB parallel to CE، AB parallel to CE، ما دام ده parallel مع ده انا بستفاد ايه؟ ان الاثنين دول supplementary سيم، يعني الاثنين دول مع بعض يعملوا لي 108، يعني دي 50 يبقى دي كلها 130، 65 يبقى اللي جوه دي كمان ايه؟ 65. ما دام ده parallel مع ده يبقى التو انجل دول A و C كلها supplementary. تمام. طب و بي و اي برضه سبلمنتري برضه 65، بس انا ما اعرفش بقى دي بكام. ماشي. فايند باي بروف ميجرمنت اوف انجل بي دي اي، بروح للدي واوصل من البي للاي، بروح للدي واوصل من البي للاي، دي عايز دي. تمام كده. هل ثانية هو مدينا انجل يعني عشان نعرفه؟ نعم، مدينا انجل علشان نعرف دي. ما احنا نقعد نحسب بقى، احنا وصلنا لحد ايه؟ دي 50 قلنا، دي 65 والانجل اللي هنا دي برضه ب 65. خلاص تمام. اخد بالي بقى من ايه؟ دي 65 برضه صح؟ اه. مش ده بيفكركم بحاجه؟ دبل اللي هو ايه؟ اللي هي 130، اللي هي دي هتبقى 130 سايكليك كوادرلاترال صح؟ اه. البروبرتيز بتاع السايكليك كوادرلاترال ان each two opposite angle are supplementary. supplementary ايه اللي سوري صح؟ 65 يبقى اللي قصادها دي بكام؟ 130. يلا يا ابني ازاي؟ 65 تبقى 115 صح؟ 115. ازاي؟ مش الاثنين دول مع بعض 180؟ اه. طيب ما تعمل 180 minus 65. انا بتلخبط بين مثلا minus دي ودي. تمام. يبقى انا جبتها ازاي؟ قلت دي 50 يبقى ده ايسوسلس لانهم تنجنت من 1 بوينت، يبقى دي قد دي، يبقى ده 65 ودي 65. بعد كده استفدت. تمام. بالجيفن ده ان في اتنين بارلل مع بعض ال A B وال C E، يبقى التو انجل دول سبلمنتري، يبقى دي 50 يبقى دي برضه 130، 65 يبقى كده اللي جوه دي كمان 65. بعدين استفدت من السايكليك كوادرلاترال 65 يبقى اللي قصاده السبلمنتري بتاعه يبقى 115. ماشي كده؟ تمام تمام. دينا كمان سؤال يا مستر ممكن نحله. طب يلا مديني دي، بيقول لي ده تنجنت، ده تنجنت وده تنجنت، دي قد دي خلاص، دي 124 وعايز الانجل ده. هو كل واحد يحل واحدة بس يعني خليكم سريع كده مع بعض. 124 يبقى اللي جوه دي بكام؟ اللي جوه دي 56. ماشي صح. وده قد ده؟ 56. بدأ 56 برضه. ايوه. يبقى اللي جوه دي بكام؟ تنجنت هتبقى الراديوس 124. ده تعمل ايه؟ ايه اللي فوق 68؟ غلط. اه ازاي يا مستر؟ 56 بلس 56 يكون 112. انت قصدك على دي؟ اه ماشي 68. ماشي. هو عايز بقى دي اجيبها منين؟ انا عارف ان التنجنت مع الراديوس يعمل لي ايه؟ رايت انجل. تنجنت مع الراديوس يعمل لي رايت انجل صح؟ صح. طيب دي 56 يبقى اللي باقي منها كام؟
34 ممتاز. تعال طب نشوف اللي ها. انا عرفت، انا طلعتها بطريقة تانية. قول. انا دي يا مستر اكيد مش 180، يعني دي كلها كده مش 180، لا مش 180. يعني دي لا، لو ثواني، يعني دي يا مستر كده، دي كده ال 180 تمام، نص ال 180 كلها ودي 180. التكملة، اي فاحنا دي اساسا جايبين نصها هنا، يعني مش مكملين ال 180 كلها، فهنعمل 180 divided 2 فهنطلع لنا 90، ف 90 - 65 هيطلع لنا ال 34. بس طريقتك بتستند لأي بروف؟ ما لهاش أي بروف بالنظر كده، دي مقسومة نصين. يعني البروف إن التنجنت مع الراديوس بيعمل لي رايت أنجل، هو ده البروف ماشي. لكن الكلام المرسل ما من غير دليل، يعني اتكلم من هنا للصبح يعني. تعالى نشوف دي، ده تنجنت وده تنجنت، يبقى ده قد ده وده وصل للسنتر، يبقى اكسس اوف سيمتري، يعني الانجل دي قد الانجل دي صح؟ ايوه صح. طيب دي كلها 30، يبقى كل واحده كام؟ دي 30 بس كمان كده، كلهم 60 بس. ودي 30. لا دي كلها 30، هو عامل ايوه علامة كل واحد 50 يا مستر. 60 50 صح. دي كده جبت اول 60 واحدة ماشي. بعد كده هعمل ايه؟ قال لي برضه هو بيقسم الانجل دي لنصين، ايوه يبقى انا عندي كونجرنت تراينجل، تو انجل وتو انجل وكومن سايد، يبقى الانجل دي يا ازاي 15 قد يا مستر. الانجل. مش دي كلها 30 وده اكسس اوف سيمتري يقسمها نصين؟ طيب طب احنا عندنا ترتي هنا، عندك 30، دي كلها 30، انا هجيب نصها، هو عايز النص اللي فوق ده بس. تمام. انا طلعت نص، ايه طلعت انا ديت هتكون ب 75 صح؟ ليه من الله حسبتها كده هتكون 75. حسبتها؟ عملت حسبتها ازاي؟ 180 minus 30، عملت صح 180 بلال صح. 75 minus 30، لما عملت 180 minus 30 قسمتها على 2 ده لو ايسوسلس 150. تراينجل، بس ده مش ايسوسلس تراينجل، مش ايسوسلس هيستلز تراينجل بيبقى عامل كده. لكن ده شكل كوادرلاترال، اي بي ام سي، ده كوادرلاترال ماشي. ثانية أنا دي سكستي صح؟ ايه دي ثانية السكس؟ دي لا 15، لا 15 بلس 15 يعني دي 30 أصلا. ماشي بص دي 30 ما اقدرش اعمل بيها اي حاجة دلوقتي، لكن دي مش هتكون 15 يا مستر، والناحية التانية نكمل 15 ونقلها يعني 30 أصلا. لا كل اللي انا اقدر اقوله ان الترينجل ده الشكل ده كوادريلاترال، دي 30 يعني دي 15 ودي 15 ودي قد دي والانجل دي قد الانجل دي، بس ما اعرفش هما بكام، يعني ما اعرفش كل واحده بكام. يعني هو يا مستر اللي طالبه ان انا اجيب الانجل دي بكام والانجل دي بكام؟ هو عايز الانجل ده، الحته ده والحته طب ده. ما هي الحته دي مش قلنا يا مستر، مش قلنا ان دي كلها في 30 ودي 50 دي 50 دي كده يبقى 15 جبناها ودي صح؟ 15 ماشي. احنا عايزين بقى نوصل للانجل دي ها يبقى بكام؟ انت صعب الناس زاد 15 ولا يا دي 15 هنحلها زي اول واحده زي ما حضرتك قلت. دي اول واحده سادة خلاص، 15 دي متفقين عليها صح؟ جميل. دي تمام. الزاويه اللي بره انا لما اعرف كلها كانت الزاويه اللي بره بتاعت بي بيبقى ساعتها دبل، يعني المفروض تكون 30 ايه دي؟ صح؟ سادة المفروض يكون يا مستر 30. دي ب 30؟ ليه؟
هو أنا مش هقدر أقول لك القانون بالظبط طبعا يعني، لكن أنا فاكر القانون بتاع البارح اللي هو مثلا كان دي 30 تمام؟ في هنا بيقول لك اسمه ده 90 ومش عارف حاجة اللي هي هتكمل 180 وكده، اللي هو القانون بتاع البارح. مش بعرف أشرح والله يعني القانون. قانون امبارح اللي كنا بنحل بيه البارح يا مستر معظم المسائل. استنى اجيبهولك. لا شيء بتاع الرحمة. وكان كوادريلاترال سايكليك، بس ده مش سايكليك كوادريلاترال، يعني ده مش شكل رباعي دائري. طيب بص افهمها مني، شوف فكرتي وشوف هي مناسبة ليك ولا لا. احنا قلنا الديب 30 صح؟ طيب انا عايز، انا خلاص جبت ديب 15، دي محدش مختلف عليها. تعال نشوف بقى نجيب دي ازاي. قال لي مش ده تنجنت مع الراديوس يعمل لي رايت انجل، وده تنجنت مع الراديوس يعمل لي رايت انجل، يبقى دي 90 يعني ودي دي 90 ودي 30، ايوه ولا لكن قصادها دي بكام؟ باقي لي كام عشان يبقوا 360 الأربعة؟ 150 بس كده. دي انسكرايبد هاف السنترال 75. مين مش فاهم؟ انا كنت حاسس انك كده يا مستر، بس كنت خايف اقوم بهبد. عادي اهبد، الجيومتري كده معظمها هبد يعني. ماشي تمام، نخش على الاخيرة. انا فهمت كويس. الاخيرة بيقول لي عندي دوت، ده تنجنت وده تنجنت، يبقى ده قد ده، ده اللي انا بستفاده على طول يعني، ده ايسوسلس ترانج، والانجل ده اهي قد الانجل ده اهي، والتنجنت مع راديوس يعمل لي رايت انجل، دي 40 يعني دي 50 يعني دي 50 ودي 50 وبرده العكس. ايوه دي 50 ودي 40، الناحية التانية 40، الناحية التانية تكون 40، يبقى دي 40 ودي 40 ودي 40 ودي 90، يبقى دي 50 و50 وايسوسلس ترينجل دي 40 ودي 40 ودي كده. 40 ماشي كده تمام. تمام. هو عايز ايه بقى؟ فين الانجل اللي عايز؟ احنا خبينا عليه. دي، وكان عايز دي بس صح؟ احنا جبنا له كل الانجل، احنا جبناها له 40. ماشي. دي ديفينيشن ذا انسكرايبد سيركل، اقول على السيركل دي انها انسكرايبد سيركل امتى؟ of a polygon in the circle which touches all of its side internally. يعني السيركل بيجيب مثلا شكل تراينجل، لو السيركل بتلمس كل السايد بتوع التراينجل يبقى دي اسمها ايه؟ انسكرايبد سيركل. لو السيركل بتلمس كل الكوادريلاترال سايد ديت برضه ايه؟ تعتبر انسكرايبد سيركل. ماشي. فاكرين الانسكرايبد انجل كان لازم تكون على السيركل صح؟ هنا العكس، انسكرايبد سيركل هي اللي لازم تكون على البوليجون من بره، دي معنى انسكرايبد سيركل. واللي ذا سنتر اوف ذا انسكرايبد سيركل، لو انا عايز السنتر بتاع الانسكرايبد سيركل ده هو ايه؟ of any triangle is the point of intersection of the bisector of its interior angle. يعني بقسم الانجل دي من جوه، خلي دي قد دي ودي قد دي وده قد ده، النقطة اللي بيتقابلوا فيها هي دي center of the inscribed circle. يعني لو انا عايز ارسم inscribed circle لأي polygon بجيب الايه؟ intersection point دي، بقسم كل انجل في النص. تعرفوا تقسموها ازاي؟ عندي انجل هي، بتعرفوا بتقسموها ازاي؟ تعدوا لاين كده من النص يقسمها نصين ولا لا؟ هو حد مننا عارف هيقول لك بس. كان درس في جريد 7، كان درس في جريد 7 اسمه construction.
بعمل ال... عندي انجل اهي وعايز اقسمها، بعمل ايه؟ بقف هنا واعمل ايه كيرف، بقف هنا الاول واعمل كيرف كده خلاص. افتكرتها يا مستر، دي بنعملها بالآلة دي، مش بالآلة، مش بالكالكوليتر، لا ال كومباس، اسمها ايه، حاجة، ايوه الكومباس، ايه اللي كومباس؟ بقف هنا واعمل كيرف عليهم هما الاثنين على التو سايد، واقف هنا ايوه واعمل كيرف، واقف هنا واعمل كيرف، البوينت اللي بتقابلوا فيها اوصلها ايه بالفيرتكس كده. يبقى انا قسمت الانجل، انا اقسم الانجل دي واقسم الانجل دي واقسم الانجل دي، والبوينت اللي بيتقابلوا فيها هي دي السنتر اوف ذا سيركل. دي معلومة عامة كده يعني، ماشي تمام. يا عم ملهاش لازمة. يعني اهو بالنسبة لناس كتير ملهاش لازمة. ABC is a triangle where AB equal 4. AB the 4 with the 5 with the 7. If the inscribed circle of 8 touches its sides AB, BC and CA at D و E and F. Prove that AC plus BD AC لما زود عليها BD هي هي BC. بالله ممكن تقفل المايك بس عشان صوت المستر بيتردد. هي هي ال BC plus AD. AC مع ال BD دي ايكوال ايه؟ ال AD مع ال BC، ماشي؟ ده يعني ايه ده؟ هو بيقول لي ال AC لو زودت عليها BD هي هي، لما اقول AD وازود عليها ال BC. انا مهمتي كلها في ال AD وال BD اجيبهم، لو جبتهم وزودت هشوفهم ايكوال ولا لا. يعني ال DB قصدنا 2 سنتيمتر يعني. ال BD تبقى 2، لا ال BD تبقى 4 وال AD تبقى 2. تمام. مش حضرتك قلت لما ال AC نعملهم بلس مع ال AD هتبقى ال CB؟ هتكون D بلس D، BC بلس AD هنا الناحية دي equal AC بلس BD. ال AC ده أنا عارفه كام؟ 5. 5 وال BD ده معرفوش. 7 معرفوش BD. لا لا سوري ما نعرفوش. طب وال BC 7 BC 7 وال AD ده معرفوش. معرفوش. فأنا أقترح إيه؟ يعني أنا تخيلي كده إن دي هتطلع ال BD عشان كبيرة تبقى بـ 3 وده بـ 1، يبقى 5 بلس 3 8 و 7 بلس 1 8. بس هنثبتها ازاي بقى؟ تعال نشوف. مش ده بوينت ليها تو تنجنت اهو؟ ايوه. يبقى ده 5 وده 5 قد بعض. تمام. ده مش 5، ده كله اللي 5. الحته دي سي اي قد مين؟ سي اف. بس ما هماش بفايف. سي اي من هنا لهنا سي اف ايكوال سي اي، دول قد بعض. سي اي بفور. ايه سي اي بفور؟ السي بفور. ايه اللي سي بفور؟ لا السي اي بفور. مين اللي قال ان دي بفور؟ هو قال لي ما علشان سي اف، سوري فور. مين اللي قال؟ هو قال لي ما علشان دي اكبر من الاي الاف اي فاكيد واخده 1. ما يمكن 3 و2 او 3 اند هاف 1 اند هاف، ما اعرفش. ما دام ما قاليش خلاص بستسلم يعني. طيب اوصل ايه تاني؟ تانجنت تاني مين ومين؟ بي دي وبي اي، قول ان هما الاتنين قد بعض. بي دي وبي اي، تمام كده. اخر حاجه تمام اللي هو مين؟
سي اي وس الاي اي الاي اسف الاي اف والاي دي الاي دي الاي اف ايكوال الاي دي ماشي بس انا عرفت الاجابه مره الاي مرتين تقولي انا عرفت الاجابه بالبروف كمان يعني سي اي سي اي بتري مين اللي قال انها بتري يا بي هقول لك يا مستر هقول لك ليه ماشي مش حضرتك قلت سي ال البي دي ايكوال بي اي تمام فهنعمل 7 ماينس 4 هتبقى 3 صح 7 واشيل منها ال 4 يديني السلام عليكم يعني البي من الاي 4 يعني البي من الاي 4 لو شلت منها هي البي اي بتساوي البي دي مش البي اي يعني دي مش بفور ليه مش البي دي بتساوي البي اي ايوه ما البي دي مش بفور البي اي كلها اللي بفور ماشي تمام طيب تعال نشوفها واحده هو بيقول لي السي اي والسي اف والاي اف والاي دي قال ال AF وال AD دول عايز اعمل ريليشن ما بينهم وما بين ال A ال CE وال CF هعمل بلس لل CE مع آسف ال CF مع ال AF دول هعمل لهم بلس بعض ماشي تمام CF بلس AF والناحية التانية AD بلس CE لو عملت لل CF بلس AF وال CE بلس ال AD هيطلعوا برضو ايكوال لانهم كلهم ايكوال بعض دي فيها مشكلة؟ لا طيب CF و AF دي اللي هي 5 دي اول حاجة يبقى ال AD بلس CE ايكوال 5 دي كده اول حاجة نخليها على جنب ماشي بعدين هاخد تمام هاخد البي دي مع السي اي هيبقى عندي سي اي وبي اي سي اي وبي اي دول الاثنين هعملهم بلس بعض وده بلس بعض سي اي بلس بي اي اديني كام سي اي بلس بي اي هيبقى ايكوال سي اف بلس بي دي سي اي بلس بي اي بكام 7 صح ايوه ايكوال سي اف بلس بي دي دي كده تاني واحده تمام يبقى انا عندي هنا اي دي تمام وسي اي وعندي هنا سي اف وبي دي مين اللي ما خدتهمش مع بعض الاثنين دول ايه المشترك ما بينهم البي دي مع الاي دي البي دي مع الاي دي يبقى اقول له بي دي مع الاي دي والبي اي مع الاي اف بي دي مع الاي دي ايكوال البي اي مع الاي اف بي دي مع الاي دي بكام 4 اتنين دول ايكوال بي اي معرفهاش والاي اف معرفوش يا مستر نعم نعم يا محمد أبدأ 10 متر في السنة ألو لو جاي يسيب في متر طب لك حاجة أنا بتكلم يا محمد سمعني وتقريني في السماء
ماشي. طب هنكمل على ما هو ما يسمع. الثري ريليشن دول كده كل واحد عارف هو هما جم منين اصلا؟ فين دول يا مصر؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. ايوه ماشي. انا مشكلتي في مين كلها؟ البي دي والاي دي. البي دي بكام والاي دي بكام؟ بشوف بدور على البي دي والاي دي. البي دي اهي، اودي السي اف الناحية التانية، يعني البي دي اقدر اقول انها ايه؟ 7 ماينس سي اف دي، وديت سي اف الناحية التانية. طب انا عايز اي دي، الاي دي اهي، اقول انها 5 ماينس سي اي، 5 ماينس سي اي بس. واروح اشيل بقى البي دي هنا والاي دي واحط الفاليو بتاعته. الاي سي انا عارفها بكام؟ 5. البي دي اهي 7 ماينس سي اف ايكوال البي سي انا عارف. طب والاي دي 5 ماينس سي اي. ماشي، 5 بلس 7 12 ماينس سي اف ايكوال 12 ماينس سي اي. هل السي اف ايكوال السي اي ولا لا؟ سي اي والسي اف ايكوال بعض صح؟ ايوه يا مستر ايكوال بعض. يبقى دي ايكوال دي. ازاي جبنا نفسها 12؟ نعم 12 سنتيمتر يعني ولا ايه؟ لا ايوه، دي نسبه ان هم ايكوال بعض، مش لازم ايكوال كام. بص ودي ال 12 الناحيه الثانيه، يبقى ماينس سي اف ايكوال 12 ماينس 12 هتبقى بزيرو، هتبقى ايكوال ماينس سي اي. ماينس وماينس هيروحوا مع بعض، يبقى سي اف ايكوال سي اي. بس طب يعني ايه الاجابه يعني؟ هو بيقول لي بروف ان هم ايكوال بعض، هو مش عايز يعرف بكام. اه بيقول لي بروف. ماشي تمام بس كده. هم قعدنا 10 رقم شويه ولا مش عارف كام دقيقه بس في مساله واحده. هو اكزامبل رخم شويه بس يعني فكرته عبيطه يعني. The common tangent of two circles، دول بقى الايه اللي مهمين. بيقول لي لو عندي L1 و L2 و L3 و L4 كل دول ايه؟ tangent. بيقول لي two circles لو في ما بينهم مسافة، في two tangent بيقطعوهم من externally زي ال L1 وال L2 بيقطعوهم من بره، بيعدوا من عليهم هما الاثنين من بره، وفي تو ستريت لاين تاني بيقطعهم انترنالي. ماشي. طب لو التو سيركل دول في ما بينهم لامسين بعض تاتشنج اكسترنالي، بيعدي ما بينهم كام تنجنت؟ قال واحد من النص من اللي هي التنجنت بوينت، واتنين من بره. طيب لو هما تو انترسكتنج، قال لي مش هينفع حاجه تعدي من وسطهم، يبقى التنجنت هتلمسهم من بره بس. لو هما تاتشنج انترنالي يبقى واحد بس هيعدي من بره. ماشي.
لو هما الاثنين جوه بعض مش هعرف اعدي ما بينهم كومن تنجنت ابدا. حد فاهم حاجة؟ اللي هي دي دلوقتي؟ لا طبعا. التو سيركل دول لو هما بعض عن بعض بيقول لي عايز اعدي ما بينهم كومن تنجنت، تنجنت يعدي منهم هما الاثنين. بقول له والله لو هما بعض عن بعض ينفع اعدي منهم كم واحد؟ ممكن واحد يعدي منهم من بره هما الاثنين، واقدر اعمل كمان واحد على فكره، بس ما اقدرش ارسم تنجنت تاني من بره. طب من جوه قال لي برضو ممكن اعدي كمان واحد كده، ده كده بيسموه انترنالي ماشي، وده كده بس ما اقدرش ارسم تنجنت تاني، اتنين من بره اللي هو الاحمر والتاني اللي هو ايه من جوه انترنالي. طب لو هما الاثنين لامسين بعض من بره، سيركل وسيركل لامسين بعض ايه من بره كده، هقدر اعدي كام كومن تنجنت ما بينهم؟ نفس اللي من بره الاكسترنالي برضه اقدر اعدي اثنين كده، ده كده وده كده. طب من جوه اقدر اعدي كام واحد؟ هو واحد بس، يبقى كده واحد من جوه واثنين من بره. طب لو هم انترسكتنج، التو سيركل انترسكتنج، اقدر اعدي منهم كام واحد؟ هما اتنين بس اللي هما من بره، ده تنجنت اللي عليهم هما الاتنين كومن تنجنت عليهم هما الاتنين ماشي. طب لو هما تاتشنج انترنالي يعني لامسين بعض من جوه، سيركل كبيرة كده وفي سيركل تانية صغيرة لمسها بوينت، يعني هقدر اعدي كام واحد؟ هو واحد بس يلمسهم هما الاتنين من بره، ما اقدرش اعدي كومن تنجنت ليهم هما الاثنين في حته تانية. لو جيت اعدي من النص اعمل تنجنت مثلا للي في النص للسيركل اللي جوه، هلاقي اللي بره مش تنجنت، ده قاطع السيركل، انا عايز تنجنت يلمس من بره ويجري ماشي. طب لو هما كونسنتريك او الاثنين جوه بعض مش هقدر اعدي كومن تنجنت ما بينهم صح؟ اعديه منين؟ ملوش مكان، بس دي بتيجي كومبليت يعني. ماشي يا شباب؟ تمام يا مستر. ماشي. كانوا الشباب عايزين يحضروا حصة النهارده عادي.